جايبيتكم اليوم على ملحمة الغدير بسكاربرو لنعمل صينية كبة نية بتاخد العقل. صينية عليها 6 أو 7 أنواع كبة نية، كتير حلوة للعزايم، كتير حلوة تاخدوها معكم إذا أنتم معزومين عند حدا، حلوة للباك يارد وللباربيكيو بكرة بس يحلو الطقس، كتير حتحبوها. ليتس جو. وبلش معلم علي باللحمة العسيخين، هيدي جديدة تعرفت عليها، بتاخد العقل قد ما طيبة مع بصل ومع نعنع. وهون هلا الكفتة النية عم بحضرها أبو جعفر، وطلبت أنا كبة زحلوية وكبة جنوبية وفراكة، فيكن تطلبوا أي نوع كبة بدكن إياها. والصواني هن حجمين، في حجم صغير وحجم كبير، وكله على الكيلو، يعني الكيلو تقريبا 40 دولار، أنا هيدي مثلا صينية بتساع 2.5 كيلو، في الصينية الأكبر بتساع تقريبا 5 كيلو، أهم شي النعنعاية والزيت زيتون. لايكو شكلها شو حلو، عن جد صينية بتاخد العقل، بتبيض الوجه، كتير 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 طيبة، ولازم لازم تدوقه. أنا عطول أكيد بدوق. لك ما أحلى الصينية، ولك أحلى أبو جعفر وأحلى علوش.